طالبان تقدم مناطق أفغانستان تدريجياً، هكذا بدأ الكاتب بهاء العوام مقاله أفغانستان قبلة التطرف الجديدة. وأوضح العوام أن طالبان لا تطلب حكم أفغانستان فقط بعد رحيل القوات الأمريكية، بل تريد تكوين بؤرة جديدة لحركات الإسلام السياسي المهزومة في الإقليم كله. وقال إن تنظيمات كالقاعدة وداعش والإخوان ستلتقي قريباً في أفغانستان. وأكد العوام أنه يمكن لهذه التنظيمات في أفغانستان أن تتدرب على السلاح والتفجير وتفتح مدارس تخرج أجيالاً ستغزو الكرة الأرضية خلال سنوات قليلة. ولفت إلى أن الإخوان يتشاورون حالياً ليحجزوا مقاعد لهم في مكان لن يخشوا فيه الطرد عند انتهاء وظيفتهم، كما فعلت بهم تركيا، ولن تحاصرهم فيه قوانين أوروبا بتصنيفهم إرهابيين. وأكد العوام أن الإخوان سيجدون في أفغانستان دعماً إيرانياً أيضاً ما دام اتحد هدفهما بإحداث الخراب. وقال إن علاقة إيران بالإخوان جيدة وتتكشف مؤامراتها دائماً، وغير مستبعد أن تسمح للإخوان بممارسة أنشطتهم وافتتاح مكاتب لهم في طهران، كما أنها تحلم بنسخ جديدة من حزب الله في مناطق أفغانية ذات أكثرية شيعية. وذكر العوام بنبوءة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حين توقع تفجير التنظيمات الإرهابية في أفغانستان لتهديدات حقيقية للمنطقة والعالم خلال عامين، واستنتج أن الولايات المتحدة ربما تريد أن تجلس لتتفرج على قنابل الإرهاب تنفجر في العالم، متسائلاً هل تضمن واشنطن عدم تكرار أحداث 11 سبتمبر 2001 على أراضيها بعد لعبها بالنار؟ واختتم العوام بأن أمريكا خسرت حربها في أفغانستان وورطت العالم هناك بأكبر تجمع للإرهابيين في تاريخ البشرية.